مشاهدينا ومشاهدي في الجول، اهلا بكم في التغطيه الخاصه اللي بيقدمها موقع في الجول للدوري السعودي. معانا النهارده في الفقره الاولى واحد من نجوم منتخب السعوديه واهلي جده السعودي والوحده السعودي ايضا، معانا الكابتن اسامه برناوي. اهلا بك يا كابتن، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. طبعا اهلا وسهلا فيكم وتشرفتونا، ونكون ان شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم كذا، وان شاء الله يعني نفيد ونستفيد. في البداية كابتن، كنت شايف مباراة الهلال واتحاد جدة ازاي وتقييمك ليها، خاصة بعد النتيجة الكبيرة بفوز الهلال بنتيجة 3-1؟ طبعا الاتحاد يمر بظروف، كان عنده اصابات كثيرة. طبعا المباراة بالتفاصيلها، الهلال خش المباراة بفريق متكامل متجانس، فريق بدون هزيمة تقريبا 24 مباراة، يعني كان عنده استراتيجية وعنده منهجية وفكرة إنه لازم يفوز في هذه المباراة، وفاز فيها الحمد لله. والاتحاد كان عنده إصابات وعنده مشاكل وعنده عدم استقرار لاعبين. أنت بتقول فاز فيها الحمد لله، أنت مشجع للهلال؟ والله الفريقة بتلعب حلو، فأنا أحب اللعب الحلو صار. فرقة جامدة يعني، وبتشرف يشرف السعودية في المحافل دولية، فنتمنى لها التوفيق في كل مكان. تمام، من وجهة نظرك هل الاتحاد تعرض لظلم تحكيمي في المباراة؟ ما أعتقد، يعني ممكن يعني البلنتي مشكوك في أمره، لكن في فار الأيام هذه موجود، فالفار يعني دقيق وصريح يعني يوضح كل حاجة، فالقرار يرجع للحكم. لكن الكرة فيها شكك إنه في لهم بلنتي، لكن هذا حال الكرة كلها أخطاء. بعد انتهاء مباراة الهلال والاتحاد، كابتن أحمد حجازي لاعب فريق الاتحاد ونجم طبعا منتخبنا الوطني، قال تصريح أثار جدل في الكرة السعودية وعلى تويتر وعلى الصحافة السعودية بشكل عام. قال إن فوز الهلال كان بأشياء خارجة عن كرة القدم. شايف التصريح ده من وجهة نظرك إزاي؟ والله من وجهة نظري، طبعا الكابتن أحمد يعني غني عن التعريف، لاعب كبير ولاعب يعني جامد، لكن تصريح مو في محله، تصريح مش صحيح. أنا أشوف كل فريق يلعب ضد الهلال لابد أنه يقول بعد المباراة مباشرة أنه حصل له ظلم تحكيمي. الهلال ما له علاقة، يعني ممكن يكون في خطأ من الحكم لكن ما له علاقة. أما التصريح كابتن أحمد، أتوقع أنه يعني ما كان مناسب في لاعب كبير يعني زي الكابتن أحمد حجازي. غياب الصربي ميتروفيتش لاعب نادي الهلال أظهر قدرات صالح الشهري، هل من وجهة نظرك شايف أن صالح الشهري يرحل عن نادي الهلال يعني لكي يلعب دقائق أكتر، ولا شايف أنه بقاؤه في الهلال خاصة حتى كبديل أفضل ليه؟ من وجهة نظرك يعمل إيه؟ طبعا بالنسبة لصالح الشهري، عبد الإله المالكي، كل اللاعبين اللي يلعبوا في المنتخب السعودي لابد انهم ياخذوا فرصه في الانديه الثانيه ويلعبوا، لانه يعني في ظل وجودهم في الاحتياط في نادي الهلال، انا اتوقع في هبوط في مستوياتهم، في رتمهم، في ادائهم في المنتخب راح ياثر كثير على المنتخب السعودي. واتمنى انه خروج معظم اللاعبين الا ما تلعب في انديتها لانديه تلعب فيها. واعتقد اي نادي يعني حيروح له صالح او عبد الاله المالكي حيكون اساسي في ذلك الفريق. كان في الجولة الـ 22 كان في مباراة مثيرة للغاية، كان مباراة النصر والحزم، واللي انتهت بالتعادل 4 أهداف لكل فريق. شايف ان التعادل النصر أعدى لقب الدوري السعودي للهلال على طبق من الذهب؟ طبعا هي تقول 80% تقريبا، يعني الهلال يحتاج كمان 3 مباريات ان شاء الله يكون خلاص، يكون كده ضمن الدوري. يعني أنت شايف أن بنسبة 80% الهلال بطل الدوري السعودي؟ بطل الدوري السعودي يعني خلاص، يعني تقريبا الآن ملامح البطل وضحت. هي دائما في الشتوية تبدأ ملامح البطل، المتصدر، الجامد، الفارق عن الجميع. فأعتقد أنه ما يعني الفريق اللي حيوقفه بعجوبة حيوقف الهلال، فريق جامد صراحة متكامل، فأتوقع أنه حيكون هو البطل هذا الموسم. ما رأيك في تصرف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الشباب السعودي؟ وهل شايف أن قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بإيقافه مباراة واحدة، شايف كان قرار مناسب، ولا كنت شايف أن العقوبة تمتد لأكثر من مباراة؟ بالنسبة لطبعا كريستيانو، هذه الحركة ما هي جديدة وليدة اليوم، يعني صارت معه في أتلتيكو مدريد، أمام أتلتيكو مدريد في أيام ما كان في ريال مدريد،
نفس المشكلة دي حصلت وتم إيقافه، والآن يعني حصلت هنا الآن، وهو يعني لجنة الانضباط طلبت منه إنه يوضح إيش هذه الطريقة، لكن الطريقة واضحة وصدرت عقوبة ونحترم هذه العقوبة لأنه اللاعب لاعب مشروع دولة، فما يصح إنه يعني يتصرف بهذه التصرفات، ولكن يعني برضو الدولة عندها مشروع، فنتمنى إن شاء الله يكمل المشروع ده بشكل جميل مع كريستيانو. بصفتك أحد نجوم نادي أهلي جدة السعودي، شايف مستوى الأهلي على سطر ويسيب سطر، مرة يكسب مرة يخسر ويتعادل وهكذا، شايف الحل في إيه أو المشكلة فين بالضبط؟ الأهلي فريق كبير عنده لاعبين كويسين، بس يفتقد لخط دفاع، يحتاج مدافعين. فمشكلة الأهلي في خط الدفاع، خط الدفاع كامل يحتاج ربط، يحتاج عناصر أفضل من ذلك، يحتاج قوة شراسة في اللعب. الأهلي يعني يمتلك مقومات النجاح، ولكن خط الدفاع هو المشكلة العائق الكبير في النادي الأهلي. فأتمنى إن شاء الله في الموسم القادم يتداركوا هذا الخطأ الموجود في خط الدفاع، إن شاء الله يكون نقلة للنادي الأهلي والتصدر إن شاء الله بالدوري في الموسم القادم إن شاء الله. كان في تقارير صحفية كتير سواء من السعودية أو من مصر إن نادي أهلي جدة بيراقب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم، هل أنت كنجم سابق وكنت مدافع برضه في أهلي جدة شايف محمد عبد المنعم إزاي؟ وشايف ان الاهلي بحاجه لمحمد عبد المنعم ولا لا؟ 100% اختيار جامد صراحه. انا اتمنى هذا اللاعب انه يجي ويلعب في نادي اهلي جده، لانه صراحه لاعب جامد ويستحق انه يعني يكون في هذه المنظومه الرياضيه الجامده. فنادي الاهلي يستحق لاعب زي عبد المنعم، لانه نادي الاهلي يحتاج لاعب زي عبد المنعم، محمد عبد المنعم، كابتن محمد عبد المنعم، قوي، هامه، قيادي، شجاعه، يعني منظم، قائد. فنتمنى إن شاء الله يكون في أحد عناصر النادي الأهلي في الموسم القادم. تقييمك لأداء الثنائي المصري طارق حامد مع نادي ضمك السعودي ومحمد شريف مع نادي الخليج، بتقيمهم إزاي؟ طارق حامد طبعا من كان في الاتحاد خسروا صراحة، لأنه صراحة خسروا الاتحاد، كان يعني هو الوحيد اللاعب ستة إلا بيستخلص جميع الكرات أمام دفاع خط الاتحاد. اليوم الاتحاد فقد هذا الشيء، ففقد حامد، ففقد طارق حامد. طارق حامد معظمه كان آم بيقوم بدوم جبار ورجع الفريق للمنافسة وللوضع الطبيعي في وسط الترتيب معاه، يعني والفريق تحسن يعني بشكل رهيب بوجود طارق حامد معه. وبالنسبة لأداء محمد شريف، محمد كبير برضو أيضا، يعني يعني ما فيك انه يعني هذا اللاعب مثل هؤلاء اللاعبين، يعني وانا متاكد في مصر في لاعبين يعني كمان يفوق هؤلاء. هل في لاعب في الدوري المصري بتتمنى يكون موجود في الدوري السعودي الموسم المقبل؟ والله اتمنى كثير، انا خاصه يعني حقيقه عاشور، والله احس انه يعني لاعب يعني يستحق انه يكون معانا في النادي، هو لاعب كبير وجامد، والله اتمنى يجي لنادي الاهلي او الوحده. بس يا عاشور دلوقتي من عصر أساسية الأهلي هيكون طالب فيه رقم كبير جدا. والله وماله يعني، وماله، لاعب استاهل واستحق وندفع فيه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يكون يعني. صراحة أنا أتمنى هذا اللاعب يكون موجود عندنا هنا في الوقت. بنشكرك يا كابتن أسامة وتشرفنا بوجود حضرتك معنا. الشكر لله ثم الشكر لك على استضافتنا، وإن شاء الله كنا يعني كنت ضيف خفيف عليكم، وشكرا على 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 القناة. فأتمنى إن شاء الله يعني يكون في يعني شراكة قوية في وزارة الرياضة السعودية مع وزارة الرياضة المصرية إن شاء الله.